ياما شفنا مسؤولين بيتكلموا كتير وشغله قليل، لكن انا احب المسؤول اللي يتكلم كتير ويشتغل اكتر. وعلى راس هذه المنظومه الماليه في مصر وزير الماليه الدكتور محمد معيط اللي بمسي عليه وبرحب بيه وبحييه على هذا الجهد اللي بيبذله هو وزملائه. مساء الخير مع الوزير. مساء الخير تنبيه، ومساء الخير على كل مشاهدينك، ومتشكر جدا على تقديرك يعني للجهد اللي بيبذل. لا الحقيقه والله ده مش مجامله، انا مش شهادتي مش مجروحه، انا شهادتي معلومه في حضرتك والزملاء القائمين على الوزاره، لانه الحقيقه احنا شايفين تطوير كبير جدا في منظومه السياسات الماليه والضريبيه، ونتيجه حتى كلنا ابتدينا نلمسها، واعتقد ان قدم افضل كمان على مستوى التخطيط المالي لمصر يا مع الوزير. والله ان شاء الله باذن الله يعني مجموعه المشاريع اللي هي شغاله دلوقتي يعني ان شاء الله ما تتكامل مع بعضها، واحنا يعني في مشاريع ان شاء الله باذن الله زي الفاتوره الالكترونيه دي اللي ظهرت اول امبارح، واحنا من سنه عملنا الاقرار الضريبي الالكتروني. صحيح. من سنه، ويمكن اخر مرحله فيه الاشخاص الطبيعيين هتبقى في اول يناير بعد شهر ونص، مع برضو الاجراءات الضريبيه نفسها هتتماكل كلها وتبدا تنطلق من نهايه الشهر القادم. مع طبعا في عملية تطوير وتحديث لمصلحة الضرائب بدأت بدمج المصلحتين ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، بدأنا ندمجهم في مصلحة واحدة. إن شاء الله بإذن الله هنعين يعني هنعمل إعلان لتعيين حوالي التعاقد مع حوالي 2000 يكونوا من الأوائل عشان يبدوا النواة للانطلاق بتاع المنظومة الجديدة بالفكر الجديد. برضو بنطور المقرات، بنغير في القوانين، غيرنا في عملنا الأول مرة قانون إجراءات ضريبية موحد، يعني مزبوط. أي واحد بيخضع للضرائب أي نوع من الضرائب إجراءاتها واحدة، بدل ما كان في إجراءات للقيمة المضافة وإجراءات للدمغة وإجراءات للدخل وإجراءات لرسوم التنمية والكلام ده، لا هي إجراءات واحدة. الراجل برضو كل ملفاته تحت رقم واحد. هنبطل عملية إن الممول دايما يعني التعامل مع يعني برضه التعامل مع الافراد غير التعامل مع المكن، يعني التعامل مع المكن بيقلل من حده المنازعات والاختلاف في التقديرات، واحنا نقول التقدير الجزافي، لكن ان شاء الله من نهايه الشهر الجاي هنبدا تدريجيا بنحد من ده، ويبقى التعامل كله بمكن والاجراءات كلها متشافه الكتروني. صحيح. وفي مرحله كمان ان شاء الله هنطلقها ان شاء الله مع بدايه السنه حاجه اسمها بقى الايصال الالكتروني، يعني الفاتوره الالكترونيه خلاص انطلقت. وربنا يسهل ان شاء الله 30/6 تكون. طيب لا يعني خلينا قبل ما نروح لمرحله الايصال، عشان انا كنت حابب اكلم الناس بس مش عايز افتي ماليا، وحابب حضرتك تشرح للساده المشاهدين ببساطه كده يعني ايه الفاتوره الالكترونيه وايه الطفره اللي هتتحقق بسببها بعد حضرتك ما عرضت على السيد الرئيس اول فاتورتين الكترونيتين صدروا من شركتين التزمتا بهذا الشكل. يعني شركة بتتعامل مع شركة بتبيع لها أو بتشتري منها. كويس. في التو واللحظة وقت ما اشترت منها أو بعت لها أنا أشوف المعاملة دي إلكتروني في مصلحة الضرائب، وفي التو واللحظة أسجل إن المعاملة دي، يعني مثلا النهاردة في إحدى الشركات شركة الألمونيوم صدرت النهاردة ألمونيوم، أو ده مش خاضع للضريبة، بس أنا شفت إن في عملية تصدير، ولأنه الحاجات اللي بتصدر مش خاضع شفتها في التو واللحظة وقت ما عمل الاوردر بتاع البيع والتصدير، انا شفته في التو اللحظه وطبعته كده ووريته لدوله رئيس الوزراء النهارده. يعني الربط الالكتروني ده معناها ان وزاره الماليه اصبحت شريكه في كل او شاهده على كل عمليه بيع، اللي بلاش فيه ضريبيا بنعديه، واللي بيستحق منه ضريبه بنسجلها. بنسجل ان ده فيه ضريبه، وبالتالي تمام. انا في نهايه كل شهر كان الاول الممول بيديني اقرار واللي انا بعت بقد كده وشريت قبل كده، وقبل كده كان بيديني الفواتير، كان بيديني الاقرار ورقي والفواتير ورقيه. مظبوط. طورناها وقلنا لا الاقرار الكتروني وتديني الفواتير كلها على يعني كانوا بعتها لي على سيستم يعني اكسل شيت او كده. المرحله اللي بدات بقى لا بقول له شكرا انا مش عاوز منك فواتير على اكسل، لا انا عاوز اشوف الفاتوره وتجيني وتسمع عندي الكتروني، وحضرتك كمان موقع عليها الكتروني في حاجه الديجيتال سيجنتشر، ده هو بيتعاقد مع ايتيدا او في شركه دلوقتي متخصصه ياخد توقيع الكتروني، وبالتالي بقى هو مسؤول وهو بيبعت لي الفاتوره ديت
انا بشوفها بسجلها اخر الشهر المفروض في القيمه المضافه، بيبعت لي الاقرار بتاعه، الاقرار ده ما بيبعتليش معاه فواتير، كان الاول لازم يبعت لي خلاص فواتير. انت عندك اساسا كل المعامله. انا عندي الفواتير، ولذلك في مرحله يعني ان شاء الله باذن الله هقوم اطلع قرار واقول خلاص شكرا، مفيش حد يحتفظ بفواتير، ما يحتفظش بفواتير. صح. ما فيش اي لازمه. طيب سؤال ده فني مش عارف مدى يعني اجابته، هل السيستم ده يقفل باب التلاعب؟ يعني هل انا ممكن كشركه اعمل حاجات الكترونيه حضرتك كوزاره تشوفها وحاجات مش الكترونيه تبقى بعيده عن عين الضرايب؟ ما هو بص، لو انت بتتلاعب فده تهرب. طبعا. والتهرب يعني احنا دلوقتي وفقا لقانون الاجراءات الضريبيه احنا شددنا عقوبات التهرب. صحيح. اولا دي جريمه مخله بالشرف، لان في القيمه المضافه انت بتاخد الضريبه من اللي انت يعني اللي بتقدم له الخدمه او اللي صح انت بتبيع له، وانت محتفظ بيها على سبيل الامانه لغايه ما تسلمها لمصلحه الضرائب. فاذا انت ما عملت كده وما بلغتش تلاعبت وبتاع، فانت كده متهرب. تهربت وكده خيانه امانه، لان دي اموال انت يعني خدتها من الناس على سبيل الامانه عشان تسلمها لخزانه الدوله. مظبوط مظبوط. فيعني الاساس، وبعدين انا محتاج برضو يعني احنا عندنا حوالي 2800 كبار الشركات اللي في مركز كبار الممولين، مفروض الشركات عندها قواعدها وعندها نظمها وعندها سمعتها طبعا وعندها نظم الحوكمة، فما يجبش انها تعرض نفسها لحاجة زي كده. ودول بيمثلوا 80% من الحصيلة، يعني ال 2800 شركة دول اللي في مركز كبار الممولين دول 80% من الحصيلة. مزبوط. على مستوى الجمهورية انا بتكلم طبعا شركات لشركات، لغاية دلوقتي اللي هو دايما يقول لك ايه، بزنس تو بزنس، بي تو بي، يعني أي. الشركات مع صحيح. بعضها. ما انتقلتش بقى ل شركات مع او افراد. منافذ مع الافراد او مع المستهلك النهائي، ودي اللي بنسميها بزنس تو كاستمر، يعني من الشركه او من الموزع او من المنفذ او من المتجر للمواطن. دي المرحله اللي يمكن قلت لحضرتك ان شاء الله باذن الله ناويين نطلقها احنا في المراحل النهائيه ل يعني اختيار الشركه اللي هتقوم معانا بالمنظومه دي. هدفنا ايه؟ هدفنا ان اقتصاد مصر يتشاف، يعني هدفنا انه ما هو ده سؤالي بقى، الى اي مدى الاقتصاد غير الرسمي او اللي احنا اعلاميا كده بنسميه الاقتصاد الشمال هيبقى كده مجبر انه يبقى تحت العين؟ بص انا هقول لك على حاجه، لو انت بتقول لي اخر احصائيات عندي الاقتصاد اللي هو يعني انا مش شايفه، انا بقول لحضرتك 50% من اقتصاد مصر ممكن ينقص 10 او يزيد 10، ده غير رسمي اللي انت مش شايفه. بس رقم يخض مع الوزير. بص انا هحكي على حاجه، احنا بننزل على الارض، بنروح المحافظات ونمشي، لو سمحت انت تخش ورينا بطاقه التسجيل الضريبي بالارقام، بعد ما مثلا دخلنا اكتر من 20,000 ممكن 21 22,000 اللي بلاقيه مسجل فعلا 50% يعني بلس اور ماينس، يعني يزيد او ينقص 10%. تمام. يعني دايما في الرينج ده. مفهوم. فانا بقول لحضرتك ودايما بنقول كده، لو احنا شفنا الاقتصاد بتاعنا بالكامل ايراداتنا دي بالراحه كده اضربها في اثنين، ايرادات الدوله اضربها بالراحه اضربها في اثنين. طبيعي. وعاوز اقول لحضرتك على حاجه، ما انت برضو عندك نقطه خلل رهيبه جدا، لو انا منضبط وانت مش منضبط او انت منضبط وانا مش منضبط. أي. يبقى في حاله الله، يعني الراجل اللي بيحط الضريبة صح وبيحسبها صح وبياخدها صح هيتضر. طبعا هيتضر. هو هيحس بعدم العدالة وهيتضر، لأن ما حدش هيروح له. التاني بقى اللي ما بيحسبش الضريبة وما بياخدش الضريبة وبتاع، التاني بيجي أرخص بقى، زباينه كتير. يبقى أنا كده الراجل الملتزم. صح. اللي هو يعني أمين وصادق كأني بعاقب الملتزم، كأني بعاقب الملتزم. لا. صح. أنا بقى شغال على إنه أنت ملتزم، أنت على راسي من فوق، انت ليك كل التقدير والاحترام. انت بقى مش ملتزم وبتاخد مال وبتضيع مال الدوله، مال الدوله ده يعني اللي هو امنها، يعني معناها. صح. صح. هو حقيقه مش مال الدوله، هو مال الناس، مال الشعب. ما هو في الاخر رجع لهم. صحيح. فيعني عشان كده يمكن الواحد يعني شغال في الحته دي، لانه بمنتهى الامانه مستقبل مصر متوقف على قد ايه نقدر نضخ استثمارات ونخلق فرص عمل ونحسن حياه الناس. صحيح. طب القرش اللي انت ما تجيبهوش حقيقي هتضطر انك انت تروح تستلفه. حسن. طب ما انا عندي فرصه ان انا احسن كفاءه الاداره الضريبيه واميكن اجراءاتها بحيث الاقتصاد،
بحيث انه نحصل الضريبه اللي هي المفروض تتحصل وما بتتحصلش. طب المفروض دلوقتي معالي الوزير النظام الجديد سواء الفاتوره الالكترونيه او اللي حضرتك اعلنت عنه معنا دلوقتي وفكره الايصال الالكتروني في المرحله القادمه، ده مدى الزاميه دخول الشركات فيه هل الان طواعيه ولا خلاص كل شركه ملزمه؟ لا ملزم. ولذلك في بعض الشركات افتكرت ان احنا مش جادين وما الى ذلك، برغم ان احنا خدنا كل اجراءاتنا، بعتنا خطابات بعلم وصول، نزلنا الناس راحت لهم، في شركه متخصصه عشان تساعد، وبرغم كده هو تراخى وقال لك لا ده انا هاخد اجراءات قانونيه وفقا لاحكام القانون ضد الشركه، لان انا قلت له انت ملزم. انا بقالي شهرين او اكتر، والله 3 اشهر يمكن، اسماء ال 134 شركه اللي يخشوا معانا في المرحله دي بنشرها في كل الجرايد. تمام. كنت عايزك تفتح الجورنال كده تلاقي كده نص صفحه دي الشركات اللي يوم 15 نوفمبر تخش في منظومه الضرائب الزامي. طب انت ما التزمتش، يبقى مكانك بقى القضاء والنيابه يحققوا معاك، بس انت كده سمعت شركتك بقت شغلانه، يعني لانك انت هتاخد شركتك وتروح بيها النيابه او كده. فطبعا احنا ما كناش واحنا ما نحبش ده، احنا ما نحبش ده، احنا عايزين الناس كلها مش حابب ده. صحيح. مش حابب ده، وعشان كده يمكن احنا طلعنا خطابات النهارده من مركز كبار للشركات، قلنا لهم يا جماعه يعني نتمنى ان كنتوا تمشوا بجديه بحيث 1/12 لو ما كانش هتلاقي في ورقه في النيابه. ويبقى انت كده انا عملت كل حاجه يعني اقدر اعمل عليه، باني بعت لك واتصلت بيك يعني اختصارا قد اعذر من انذر. بالظبط كده. صحيح. معالي الوزير انا بشكرك شكرا جزيلا، ومعلش اثقلت عليك، بس دايما لا خالص بنستفيد من شرح حضرتك للسياسات، وان شاء الله كل التوفيق. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا معالي الوزير. شكرا يا فندم. اعتقد